الليلة عندنا علاج مهم جدا جدا جدا، وكل واحد منا يستطيعه، كل واحد منا يستطيعه. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج النافع يا إخوان؟ الفاتحة، الفاتحة، الفاتحة علاج. الحمد لله رب العالمين. ولذا إذا قرأت القرآن وأردت أن تفهمه لا تستعجل في القراءة، لا تستعجل في القراءة، اقرأ كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ، يقف عند آخر كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. هذه الفاتحة فاتحة الكتاب، أول سورة في القرآن حينما تفتح المصحف أول سورة ما هي؟ الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي الشفاء التام، وهي الدواء النافع، وهي الرقية التامة. وأيضاً يقول ابن القيم رحمه الله: هي مفتاح الغنى والفلاح، مفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك.